بعد قلبه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد روحي عندي سؤال للسيد رشيد الحسيني الله يحفظه. سؤالك أخوي عباس. أكو البعض مرابين ومرتشين يطبخون عزاء للإمام الحسين وهم نفس الوقت حتى يعينون بفلوس 40 ورقة و70 ورقة بس هم يطبخون عزاء يعني مفاتح هاي القدورة وينشر بالفيسبوك والمواقع التواصل الاجتماعي. زين. هذا سؤالي. والسؤال مو سؤال السؤال إنه شنو؟ وين السؤال بالضبط؟ السؤال يعني حكم الطبخ مالتهم هذا حلال حرام هم مرتشين ومرابين. واضح واضح. حكمه الله العالم. شو مدرينا؟ الله يقبل لو ما يقبل قبول عند الله. القبول عند الله، الله يقبل لو ما يقبل. أما أنه يجوز أن آكل، إيه يجوز أن تأكل، تروح تأكل ما في إشكال. أما رب العالمين يتقبل من عندهم، رب العالمين يرضي من يرتضي من عندهم، هذا أمر يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. الله لا يقبل ذلك إلا من المتقي، إنما يتقبل الله من المتقين، هذا يرجع إلى الله. أما يجوز أروح آكل جابولي للبيت من بيت جيران اللي أنا أدري هذا يرتشي، ما في إشكال أكل.